المودز في الجيمينج هي اختصار لكلمة موديفيكيشن، بالعربي تقطب أم اللعبة. لما تنزل اللعبة في مبرمجين هوا يعملوا تعديلات على اللعبة ممكن تخليها أحلى كذا وأفل بمراحل، وممكن تخليها سخيفة ألف وبطريقة ما لها أي معنى. معاكم صهيب قدس، واليوم حنستعرض لكم توب 5 مود سخيفة في الألعاب. في المرتبة الخامسة عالم الميم، واحدة من أكثر الألعاب صعوبة، تفجر أعصابك وتخليك متوتر طول الوقت. سبق وتكلمنا عنها اللي هي لعبة دارك سولز، فتخيل لما يقلب اللعب والجرافيكس فيها لهذه الطريقة. يا الله، والموسيقى تجيب التوتر كذا. اللعبة ضاعت هيبتها من ورا هذه الميمز اللي كذا متنترة طول اللعبة كذا. وشو ايش الملابس، ايش القرف ده، كم ما لها اي علاقة، هيبة اللعبة ضاعت والله كذا من جد. لا، ولما تموت ودائما تجي هذه يو دايد، خلوا بدالها ثانكس اوباما اللي هو الميم هذا معروف. من جد تتعب من كثرة الميمز اللي موجودة، كل شوية تلعب تحاول تركز تضحك على ذا الشيء كأنه كذا كوكب الكوميديا حق سبيس تون ما شاء الله. لا، وكل شوية تجيك رسائل زي ليش للساعة قاعد تلعب يا معاق. من جد تبدأ تسأل نفسك ذا السؤال. ألعاب كثير تغير في الجرافيكس وتضيع هيبة الألعاب، زي لعبة Left 4 Dead 2 اللي المفترض يكون فيه زومبيز ورعب، تخيل بدلوا الزومبيز خلوهم تيلي تابيز. Oh my god, why are they not killing them? Is this bringing back some nostalgia for them or something? They're like Tinky Winky Tipsy. إيش ذا؟ تحس المبرمجين والمطورين اللي طوروا الألعاب كذا يقعدوا كذا يتفرجوا على دي الأشياء ويقعدوا يبكوا. كذا شهور من التطوير اللي قاعدوا يشتغلوا عليه، كذا يشوفوه قدامهم قاعد يندعس عليه بزنوبة حمام. What the hell is that? It's the spitter. That's amazing. في المرتبة الرابعة السلاح الخارق، لعبة Fallout 4 لعبة قوية وتقييمها على IGN 9.5، وتدور أحداثها المستقبلية بعد الحرب الكبرى بين أمريكا والصين. كي جو حماسي وقتالاتك الرهيبة بالأسلحة الحريقة وسط الأراضي المتهالكة، بس الجو أكيد راح يخرب لما تشوف مود يخلي المنجنيق حقك يسوي جون سينا. ما في لك طق جون سينا تا تا تا، وبعدين كذا الصوت يروح كذا خلص كذا وصل المنجنيق حقه جون سينا. ولا المود اللي يقلب البازوكا الصاطية حقتك خليها كذا بسرعة، يا سلام كذا تطلق ايش، تطلق بيابي كذا مساكين حقون اللي صنعوا اللعبة خلاص انهاروا في هذه اللحظة. لا، وممكن تخرب اعدادات اللعبة نفسها، يعني تخلي البطل حقك كذا خارق كي يصير سوبرمان، ولا كذا يكون وان بانش مان كذا اللي هو ضربة واحدة وخلاص انتهينا. بس سيبك من كل المودات الابو كلب هذه، لا خلينا في المود هذا. شوف هذا السلاح البطل. يا سلام، تخلي خصومك يرقص، اوكي انت بس تفرج عليه، اوكي تطلق وتفرج بالله يشوف. لا بجد، شوف شوف ده، شوف ده. سلام سلام، ايوه الله عارف انت في هذه اللحظه، شغل سامري ولا ينبعاوي وشغل. المرتبة الثالثة لعبة الحظيرة، GTA من أكثر الألعاب اللي ينزل عليها مودز بمختلف أجزائها، منها مودز اللي تحسن وتطور زي كده، تعدل في الجرافيكس باللوك الجديد والواقعي حق نيويورك، ولا مود الأونلاين والتكتيل الجماعي، هذا قبل ما يصدر الإصدار الرسمي حق الأونلاين في GTA 5. وفي كم مود ما لها أي علاقة في اللعبة، زي مود المطافي، تلعب كده تصير ما شاء الله رجل إطفاء، كده تجيك مهمات هنا في حريقة تروح تطفيها، في واحد لازم تسعفه، ما لها علاقة بالعصابة ابدا، ولا مود السوبر هيرو، ولا التسونامي اللي كذا كل العالم غرقان وعادي تنزل تحت تلاقي فيه ماشيين ما شاء الله طبيعيين. وكمان في مود بوكيمونات وتقعد تجمع البوكيمونات، اللعبه تغيرت صارت لعبه ثانيه. ولا في مود مره غبي تقعد تطلق بالسلاح حقك سيارات كيف تفجير الف. اوكي او ماي لورد، ام ستاند. وعلى سيرة التفجير يا شباب، فجروا اللايكات تحت عشان نسوي حلقات جيمينج معاكم كمان. بس اللي معانا في هذه القائمة ولا واحد من دول، اللي معانا هو هذا المود. That's awesome. I can just push people. Oh my god. And he like takes off in his own accord. Oh my god.
Holy sh! Oh, that looks amazing. بس كده خلاص. I don't think they do. But wow, playing Grand Theft Auto 5. Okay, ما أعرف إيش الحكمة من أنا أقعد أمشي كأني بقرة. ما يعني كلا أوه وين شباب لحظة مو بس بقرة كمان تور. ما عجبك في ديك. We're about to find out. Come on, come on. You can make it. You can make it. No. وحيوانات كثير ما شاء الله تقدر تسوي فيديو كليب حق جد وعالي عنده حمار تتريرك وتنبسط انت كل الحيوانات ما تسوي ولا شيء غير انها تمشي تجري اوكي خلاص سوبر سيكر مونكي بانش سير كان اي انترست يو ان ا مونكي بانش واو اوكي الغوريلا واضح انه حيكون فله مره يعني صراحه ما ادري مين اللي كذا ما شاء الله يحب الطبيعه وسوى ذا المود في المرتبة الثانية تحريك الوجه من أفضل ألعاب الرعب من أيام بلاي ستيشن 1 لعبة Resident Evil 2 ويلا يا حبيبي شيل الريميك اللهب عندك جرافيكس أحسن جيم بلاي أفضل ومشاهد أمتع بس الله يصلحهم شباب المودات كذا عملوا تعديل على المشاهد الأمتع وخلونا نقدر نشوف كذا تحريك الوجه سووه كذا نسرع الحركة بالله شوف طلع المشهد هذا No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. Of course, Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? وجيههم غبية يا أخي شكله سخيف قاعد أتكلم موضوع جد وتلاقي مرة شكله غبي يا أخي تحاول تدخل في القصة ما حتقدر. Please, somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. المشكلة انه ذا التعديل او ذا المود تلاقيه في مختلف الالعاب موجود زي لعبة هيفي رين ولعبة بيوند The best way of tracking a predator is to be familiar with his behavior Continue Jaden بس ما ادري ليش يضحك اكثر شيء في لعبة Resident Evil يمكن عشان الجو كذا يعني اوه رعب وزومبيز ما يضحك طب يا بالله شوف المشهد الدرامي للضابط المصاب مارفن وهو قاعد يحتضر بالله شوف مارفن It's time to go Marvin. We need to get you to a hospital right now. والموضوع يصير أسوأ لما تعدل على سرعة الجسد كمان يعني كذا مو بس الوجه كمان سرعة الجسد شوف كيف يصير. Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I. شو إيش ذا؟ إيش بيصير شو فين راح الرجال؟ فين؟ والله ما تقدر تمسك نفسك من الضحك وتحس نفسك سخيف لا واغبى شيء لما تقعد كذا جلسه مع اخوانك تبدا تلاقي تحاول تسوي زيهم زي كذا الله حالات يا لطيف ومو بس كذا اللعبه نزلت من هنا والمودات كذا معاها باكج نازل معاها على طول يعني زي هذا اللي هو مستر اكس اللي كل شويه يطلع You picked the wrong house, fool! يا الله عدموه والله عدموه في المرتبة الأولى التنين المخيف اللعبة الحاصلة على مختلف الجوائز العالمية كأفضل ألعاب العام وهي لعبة سكايرم تتميز بالجو البربري للعصر الفانتسي اللي فيه تنانين دراجون بول في مود ما شاء الله طوروا فيه التنانين وخلوها زي كده What in oblivion is that? Sentries What do you see? It's in the cloud. يا الله بزرنا شوه ام صورة التنانين في اللعبة كيف بدل ما انت لقطة حماس والناس بتخاف فجأة كده توماس الترين كده طوط يجي كي تكي وكيه ومبتسم ما شاء الله فتصير كيه تبدأ ترمي كده تضربه شوي تحس عبده يعلمك ABC كده على طول لا وعلى فكرة توماس له دخلات مرة كثير كده معروف هو كمود في الألعاب موجود في لعبة فول آوت اللي تكلمنا عنها في توماس بس يظل دخوله في سكايرم هنا ما في أغبى منه كده يعني شوف زي Game of Thrones شوف كيف الدخلة حق الكليسي أوه الدراج تخيل زي كده توماس جاي كده ويقعد يطلع وينزل شكله غبي لا ولا اللقطة الحماسية لما يجي يصرخ التنين وتطيح النيران والنيازك توماس يقعد يقول طوط طوط وتطيح كي شواحن وسيارات يا أخي غباء And then fight archers Shoot those trains out of the sky Oh God, a surprise werewolf attack Watch out, come on
تتفقوا معنا في هذه القائمة اكتبوا لنا في التعليقات ايش في مودات او تعديلات مضحكة وغبية نحن ما ذكرناها في القائمة، وسبسكرايب ولايك وشير وصلكم جديد التوب فايفز، وفي خانة الوصف تحت تلاقوا رابط تقدروا من خلاله تقترحوا القوائم الجاية. اسمع في كمان هذاك حق شرك ايش اسم اللعبة؟ سيكاريو والله في كمان، وفي حق باب الحارة ليه ما حطيناه يا شباب حق جي تي اي والأهازيج، لا 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 شباب نعيد القائمة.